في ناس كتير أسوان. بتقول انه اداء اسوان الموسم ده ونتائج اللي محققها جزء كبير جدا الفضل فيها بيرجع لاداء بقول لحضرتك في 13 ماتش 52 تصدي. يعني لو قسمت 52 على 3 اربع تصديات حاسمه في المباراه. النهارده عامل ست تصديات منهم اربعه ان بوكس، اربعه من داخل الصندوق. اوفرات، تحركات، عامل ماتشات كويسه جدا. اتمنى له التوفيق وربنا يكرمه ان شاء الله، وان شاء الله نشوفه قريب في النادي. انا خرجت بس معلش ارجع تاني للشناوي. الشناوي عامل حاله من ان انت وانت قاعد في البيت عارف ان انت مش هخش في الجول. لاعبته السردباكات بتاعته عندهم ثقه، اغلط زي ما انت عايز، انا الشناوي وراك هشيل. ايوه، ودي ميزه كويسه جدا. خلي بالك الناس كلها بتتكلم على الكره اللي هو طلعها برجله زي جوان اليد وردت وجت في رجليه وهو واقع في الارض. انا بالنسبه لي الكره اللي صعبه جدا 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 في فاول اتعمل في الزاويه الضيقه اترمى وطلعها من على خط الجون حقيقي. صعبه جدا. ليه؟ لان انت لو شفت الاعاده كان واقف اتنين في الحيطه مره واحده فعمل كده والكره عدت من وسط الحيطه فالكره بقت صعبه جدا. اعملوا مفاجاه للشناوي جدا. لو هو مش مركز كمين للشناوي بالظبط كمين لو مش مركز مش هيطلعها. لما تيجي تتفرج على المباراه كلامه قدرته على توجيه لاعبته في ادوار مؤثره جدا طبعا. انت هفكرك بمباراه بالميراس قبل ضربات الجزاء على طول راح لهم وهو واقف قال لهم دلوقتي كل واحد يشيل شيلته، كل واحد مسؤول عن ضربة الجزاء اللي هيلعبها والباقي على الله ثم عليه. الكلمة دي لما تطلع من قائد الفريق دلوقتي لا ده انا بفكركم، لا خلي بالكم كل الكلام اللي احنا قلناه خلص خلاص، تعادلنا 0-0 هنلعب بالنهائي. كل واحد دلوقتي يركز في ضربة الجزاء بتاعته. صحيح، فهو عنده قدرة، هو أكبر بكتير منه بس حارس مرمى. هو قائد فريق حقيقي. قائد وقائد على أحسن ما يكون. مع الشناوي تختار لي اسمين تاني بتشوف إن هم الأفضل على مستوى حراسة المرمى في مصر؟ في مصر أكيد أبو جبل. بعد كده ممكن بس هو ما بيلعبش دلوقتي يعني. عواد ولا الشناوي التاني؟ لا ولا الشناوي ولا عواد. اسمه إيه بتاع بيراميدز؟ مهدي سليمان. المهدي سليمان. انما اللي بيلعب ورجله موقف في الملعب هو عامر عامر يعني دول احسن ثلاثه، دول الافضل من وجهه نظري. وبعد كده بقى كل الاولاد ماشيين كويس. محمد صبحي في الاتحاد ماشي كويس قوي على فكره. أوكي. زي ما قلت عمر رضوان. ايه رايك في فكره الكلام على انه الانديه المصريه تستعين بحراس مرمى اجانب؟ شايف ده يكون في المصلحه ولا ممكن يجيب نتيجه عكسيه او نتيجه سلبيه؟ انا توقفت ماتشين عشان الكلام في الموضوع ده. بص وجهه نظري لان انا موجود في المنظومه. الحراس دلوقتي ماشيين بصوره جيده جدا 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 عشان مفيش حراس اجانب. في فتره الالفينات او 2000 من 2005 ل 2012 تقريبا ما كانش عندنا حارس مرمى واقف على رجليه غير عصام الحضري. دلوقتي انت من بعد 2012 شوف كام واحد لعب منتخب. شريف اكرامي لعب، واحمد الشناوي لعب، ومحمد الشناوي لعب، وعصام الحضري لعب، حتى جنش لعب. كل دول لعب. وليه؟ عشان الحارس عايز ممارسة على طول تحت الثلاث خشبات. فأنا شايف إن من وجهة نظري إن الـ 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 التوصية دي غير موفقة. يعني هم خدوا توصية بإن السنة الجاية يحصل كذا كذا كذا. أتمنى إنها ما تحصلش لصالح الحراس الصغيرين. مش الحراس اللي بيلعبوا دلوقتي، اللي بيلعب دلوقتي هيبقى معروف وهيبقى قادر إنه يرجع في أي وقت. إنما الحراس الصغيرين في السن 16 و17 و18 سنة إحنا كده بنقضي على جيل كامل من حراسة المرمى هنعاني بعديه بعد 10 سنين. تمام.